السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتو، داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، كيف ما لاحظتوا في عنوان هذا الفيديو، ففي هذا الفيديو غادي نستمروا في المواكبة ديالنا القضية ديال اعتقال سعيد الناصري وزمرة من الشخصيات، وبالضبط في هذا الشق فغادي نتكلموا على واحد المجموعه ديال القنابل اللي فجرها سعيد الناصري بحسب مجموعه من الانباء والمعلومات، في ظل يعني شح في البلاغات الامنيه، على الرغم من ان الجهات الامنيه والنيابه العامه وعدت الراي العام بانها غادا تخرج وغادا تواكب هذا الحدث بالبلاغات الامنيه اللي توضح كل ما يدور يعني في التحقيقات مع كل الاطراف. فكاين معلومات اخواني اخواتي اللي كتشير بان سعيد الناصري ورط لطيفه رأفت وكشف المستور. وايضا في شق ثاني اخواني اخواتي في هذا الفيديو، فغادي نتكلموا على امر اللي مرتبط بهذه القضيه ديال اسكوبار الصحراء، واللي كيتعلق بدريس شحتان مدير من برشوف تي في، اللي غادي نسلطوا في هذا الفيديو الضوء على اتهامه لدنيا باطمه بالعماله لصالح اعداء الوحده الترابيه للوطن في شخص يعني علي مرابط، واتهامه يعني دريس شحتان يتهم دنيا باطمه بكونها زودات هذا الشخص اللي دائما كيعبر على العداء ديالو الوحده الترابيه انها زودته بمعلومات. اتهام خطير وخطير جدا، قد يجر دنيا باطمه الى تورط في ملف اسكوبار الصحراء. فعلى بركة الله الإخوان والأخوات، فكيف ما قلت هذا الفيديو فيه موضوعين ولكن مجتمعين ومتلاقحين. هذا الموضوعين بجوج هما ملف واحد في الحقيقة، أصبحوا ملفا واحدا. وإن كانت دنيا باطمة مرتبطة في شق آخر بملف حساب حمزة مونبيبي المتفجر يعني في بحر هذا الأسبوع، بعد إصدار محكمة النقد القرار ديالها بخصوص الطعن اللي تقدمت به دنيا باطمة، فاسم دنيا باطمة وارد في ملف إسكوبار الصحراء من جهتين، جهة دريس شحتان وجهة المعروف والمسمى بميسي طنجة. إذن فإحنا أمام ملف أصبح مشتركا واصبح يعني اصبح تتلاقح فيه يعني كل هذه الملفات يعني التي كانت ترى انها بعيده، الا اننا اكتشفنا ان الامر اصبح يعني ملفا واحدا. فكاين مصادر اخواني اخواتي ومعلومات اللي كتفيد بان سعيد الناصري في ظل التحقيقات اللي كتجرى معاه، وكيف ما كتعرفوا يعني تشاركت معكم مجموعه ديال المعلومات في اللايفات السابقه وفي الفيديوهات السابقة بخصوص سعيد الناصري وكل الاتهامات والتهم الموجهة له، وتحدثنا يعني في إطار المعلومات اللي كانت وصلوا لها واللي كانت وصلوا بها بخصوص تحديد حجم تورط سعيد الناصري في ملف إسكوبار الصحراء، في انتظار يعني بزوغ معلومات بخصوص باقي المتهمين وعلى رأسهم رئيس جهة الشرق. ففي هذا الملف اخواني اخواتي تشرحت معكم ليله البارحه البلاك ليست او اللائحه السوداء، هذه اللائحه اللي فيها 25 شخص المتابعين ومن ضمنهمش لطيفه رأفت. لكن المعلومات اللي كاينه حاليا كتشير بان التحقيقات اللي وقعت نهار الثلاث واللي قلت لكم انا ذاك اخواني اخواتي بان سعيد الناصري طلب انه يقابل وكيل الملك، طلب هذا الطلب ليله الاثنين وتم تنفيذ هذا الطلب، وواجه وكيل الملك تحت الطلب من اجل انه يطلعوا على سيناريو اللي ربما ما قدرش انه يقولوا النهار الاول بحكم الضغط، بحكم يعني الخوف، بحكم مجموعه ديال الامور اللي وقعت والارتباك اللي وقع ما بين المحاميين، واللي خلى وجبر سعيد الناصري انه يجري على هذه المجموعه ديال المحاميين ويخلي محامي واحد من اجل التبرئه ديالو في هذا الملف ديال الفساد او الاتجار في المخدرات. فعلى أيين
ففي الشق المرتبط بلاطيف رأفت يوم الثلاثاء الماضي كاين معلومات اللي كتفيد اخواني اخواتي بان سعد الناصري وجه اتهامات مباشره امام قاضي التحقيق في المواجهه ديالو امام لطيفه رأفت اللي تم الاستدعاء ديالها من بعد ما دارت هذاك الفيديو. ونهار دارت الفيديو فقلت لكم ما كانش عليها تقول شي كلام وتورط راسها وغادا تمشي للتحقيقات، او لان القدره الالهيه من اجل تحقيق العداله في هذا الملف خلاتها انها تقول ذاك الكلام وتتكلم على الفيلا. وقلت لكم انا ذاك هذه الكلمه غادا تجرها للتحقيقات فعلا بحسب هذه الانباء هذه، فتم يعني جرها للتحقيقات من طرف سعيد الناصري اللي اتهمها يعني او اللي قال امام قاضي التحقيق بانه ما كيعرفهاش وانها انه يعني كيعرفها ولكن ماشي ما كيعرفهاش بشكل شخصي، يعني ما سبقلوش وقف معها واسمو ولا تواصل معها فوق اللزوم، لكن كيعرف عليها بزاف ديال الامور من خلال معرفته المالي. فكيعرف بان لطيفه رأفت كانت على علاقه مع هذا المالي وانها كانت كتقوم بدور الوساطه او وسيطه دعاره، يعني كتجيب ليهم البنات، يعني معلومات اللي خارجه اخواني اخواتي تبنات من طرف منابر الكترونيه ومواقع الكترونيه وصفحات اللي قالت بان هادشي راه قالو سعيد الناصري في انتظار كيف ما قلت لكم اخواني اخواتي تنفيذ الوعد اللي وعدت به النيابه العامه بخصوص اصدار البلاغات، لان انذاك سنتحدث بالدليل والحجه والبرهان. لكن وفق هذه المعطيات هذه فلطيفه رأفت بحسب هذه الانباء في اللحظه اللي قال سعيد الناصري هذا الكلام اغمي عليها واتغمى عليها في هذيك الجلسه جوج ديال المرات وهي كتغمى عليها وكطيح كومه. علاش؟ لانها قالت كلام عنده علاقه بالفيلا، هذا الامر اللي خلى سعيد الناصري انه يزج بها، لهذا طالب نهار ثلاث انه يدوز امام وكيل الملك تحت الالحاح، يعني الح على هذا الامر. فهذا الشيء اخواني اخواتي شنو كيخلينا نستنتجوا؟ بان هذا الملف غادي يجر معاه اشخاص اخرين، وانا بحسب بعض المعلومات اللي عندي فكاينه واحد لا ليست اللي ممكن ان غادا تقترح على السلطات المغربيه من طرف الاف بي اي فيها 245 شخصيه مغربيه متورطه في هذا الملف. 245 شخصيه مغربيه متورطه في هذا الملف، منهم وزراء ومنهم عده شخصيات وازنه. فالتحقيقات جاريه، هاد الانباء ديال 245 وهاد الامور لحد الساعه غير مؤكده لكن خارجه من مجموعه ديال المصادر اللي يعني كتذكر هاد الامور، خصوصا مصادر غربيه مصدرها الولايات المتحده الامريكيه وبعض المصادر الاخرى اللي تحدثت على هذا الامر ديال 245 اسم سيتم التحقيق معه في هذا الملف. لحد الساعه انا ليله البارحه تشاركت معكم ليسته ديال 25 شخص، لكن مازال ما عرفناش اشنو اللي غادي يقدر يوقع من الى القدام. كيف ما كتلاحظوا اخواني اخواتي هذا المنشور اللي كتلاحظوا الان فهو منشور ديال منبر شوف تي في. منبر شوف تي في خرج دافع على الرئيس ديالو دريس شحتان في وجه الاتهامات اللي وجهها عالم رابط، هذا الشخص اللي قلت عليه انه شخص يعني تافه بنى بنيانه المعارض على اساس باطل، يعني وقلنا عده امور ودخلنا بزاف ديال الامور، يعني ما ظلمناش هذا السيد، ما ظلمتوش لما وصفته بهذا الوصف، وانما ترجعوا اللايفات وغادي تلقاو يعني الكلام اللي قلته في حق المعارض بصفه عامه، ومن بينهم هذا السيد اللي هو عالم رابط اللي كيهضر معنا يعني من دون يعني من غير يعني المكان اللي حنا فيه من خارج ارض الوطن، كيصدر على البلاد احكام وكيوجه اتهامات للمؤسسات دون ان يعي حقيقه الامر باننا بلاد ديال المؤسسات. على اي هادشي شرحناه يعني بالشرح الممل وبالتفاصيل باش انه هو نفسه يعني يوصل الدرس ويفهم الدرس
باش ايضا نتصداو لهذاك الفكر السلبي اللي كيحاول يصدر لنا، اللي هو فكر كيف ما قلنا عليه فكر نتيجه ديال ديك المعرفه السلبيه اللي تغدى بها من الانظمه الغربيه اللي كتكل العداء لهذا الوطن، واللي كتحاول انها تزعزع اللمه المغربيه بملكها واللمه المغربيه وحب المغاربه لهذا الوطن الا مشروط ولملكهم الا مشروط. فهذه القضيه هذه فخرج من برشوف تيفي دافع على دريش شحتان من المعلومات اللي قالها هذاك السيد بخصوص ان دريش شحتان ان هذاك المنبر وهذاك المقر يعني تبنى من اموال ديال اسكوبار الصحراء. ف رد شوف تيفي اللي كان غريب، حيث انهم قالوا بان هذا السيد هذا يعني قال باطل، وان المصدر ديالو مصدر ديال المعلومات ملي كيجيب هذه المعلومات هي دنيا باطمة، يعني هي دنيا باطمة، يعني كما كتلاحظوا في المنشور يعني دنيا باطمة هي اللي كتعطيه هذه المعلومات. هنا فين قلت بان دنيا باطمة الان اصبحت جزءا من هذا الملف ديال اسكوبار الصحراء بزج جهة في هذه المسألة. وقبل يعني من برشوف تيفي في الجمعية الصحفيين هي ايضا اشارت الى هذا الامر، والغد تم يعني اعلان قرار محكمة النقد. واش دنيا باطمة غادي نشوفوا ان فعلا غادي يبدا معها شي تحقيق مواكب لهذا القرار ديال الاعتقال او لا رفض النقد ديالها، تحقيق بخصوص العمالة لصالح جهات، لان دي تهمة اللي ماشي سهلة اخواني اخواتي، دي تهمة اللي كتزعزع امن البلاد، لان تهمة كتشكك في الوطنية. ف واش غادي نشوفوا هذا الامر هذا غادي يمشي بطريقه مؤسساتيه وغادي نشوفوا واحد التحقيق غادي يبدا في هذا الامر، او ان الامر غادي يكون معاكس لدنيا باطمة هي اللي غادا تخوض هذه المعركه هذه وغادا تمشي الى مقادات من برشوف تيفي او لا مقادات مدير من برشوف تيفي. هذه المساله انا كنت قلت عليها كراي شخصي ان كان من الخطا ان من برشوف تيفي يدير هذاك الاشاره لدنيا باطمة، كان عليهم يكتفيوا بالرد الا في حاله لا كان عندهم دليل، والا كان عندهم دليل فراه خصهم يبلغوا، لان هذا من اجل يعني مصلحه امن الوطن، لان هاد المعارضين يعني كيزعزعوا الامن الفكري والنفسي ديال المواطنين، لانهم كيتكلموا على امور هما كيجهلوا حقيقتها وكيتكلموا فيها والناس كتشاهدهم، يعني كيكون عندهم واحد الوقع وواحد التاثير على المعرفه ديال المواطنين، يعني غير يعني المؤهلين لحد درجه انهم يعني عندهم حتى ثقه بالمؤسسات، وانما عاميه الناس قد تؤثر عليهم نوعيه هذه الخطابات ديال هاد المعارضين اللي كيحاولوا ينشروا افكار سلبيه ومعرفه سلبيه حول المؤسسات ديال البلاد كيفما كانت، يعني سواء المؤسسه الملكيه او لا باقي المؤسسات الاخرى. على اي فنحن في جبهه المعركه وجها لوجه ضد امثال عالم رابط وأمثاله، معركة فكرية، كيف ما بغيتش هذا الفيديو يكون طويل ولكن أغلب الدروس فأعطيناها في اللايفات ولن نجد حرجا في إعادة إلقاء المواعيد على بحال ما هذه العقول، لأن هذ المعارضين مهما تعددوا فأنا بالنسبة لي كيبقاو يعني عقل واحد، لانهم يتحدثون بنفس الفكر وبنفس المنطق وبنفس الفم. اذا بالنسبه لي المعركه معهم سهله. علاش؟ لانهم رغم كثرتهم كيف ما قلت فهم يتحدثون بعقل واحد، وكانهم فعلا هم شخص واحد وفكر واحد، وهذا دليل على انهم تلاميذ لمدرسه واحدة، ولا يعبرون عن آرائهم ووجهات نظرهم ومبادئهم، يعني لو كان الأمر هكذا لا كانوا مختلفين في الرأي وفي ما يقولونه وفي مبادئهم، لكن توحدهم أو لا تجمعهم على نفس المبادئ، تجمعهم على نفس المبادئ ونفس الرؤية هو دليل على أنهم يعني
يشربون ثقافتهم ومعرفتهم من نفس الأنظمة ومن نفس المدرسة، ألا وهي هذه المدرسة الغربية التي ترانا بنظرة استعلاء، وترانا عالما ثالث يحكمه ملك متغطرس، في حين نحن نعيش في ألفة وحب واحترام لا مشروط لملكنا، في حين أننا نعيش في بلد المؤسسات، بلد القانون فيه يطبق والمسطرة القانونية فيه تسري، والقضايا الحالية هي خير دليل وخير ما نواجه به كل أولئك المشككون في سير منظومة المؤسسات في هذه البلاد. إلى هنا إخواني أخواتي جيت الختام ديال هذا الفيديو، ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية، والله يحفظ البلاد هذه من كل شر، وخير الختام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.